لماذا الإنسانية قبل التدين؟ لأن الذي نعيشه اليوم يقول أن كثيراً منا إذا تدين فقد إنسانيته، لأن الإنسانية هي الوعاء الذي يصب فيه التدين. ما هو التدين؟ هو أخذ الإنسان بهذا الدين. لماذا الإنسانية قبل التدين؟ لأن الدماء اليوم تسيل باسم الدين، ودين الله منها براء. لماذا الإنسانية قبل التدين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. الإنسانية قبل التدين مع الحبيب علي الجفري على CBC في رمضان.